سؤال كمان، في بعض الناس يوزعوا علامه مكتوب فيها رساله من العذراء ويجب تصوير عدد من الصور لهذه الرساله لتوزيع المسيحيين، هل هذا صحيح؟ وهي الحاجات دي كلها بدع ما لهاش معنى روحي وما لهاش قيمه روحيه، وبتدخل الناس في وسوسه ولخبطه ما لهاش معنى. يعني واحد يقول لازم تكتب الجواب ده 20 مره وتبعته للناس، ولو ما بعتش هيحصل لك وهيحصل لك، ولو بعته هتكسب مليون جنيه، هو برضه العدد بتاعت حاجات من دي. الحكايه مش كده، انا افضل الناس تحفظ ايات الانجيل والمزامير وتديها للناس لما تقابل واحد صاحبك تقول له على ايه حلوه ولا مزمور، يبقى بتقول كلمه ربنا. انما الرسائل دي بتخلي الناس تدخل في وسوسه وقلق وخوف بدون داعي وملهاش قيمه، واللي يجي رساله من دول ما يهتمش بيها.